لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي: وقال غير صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي: وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت أكرمة قال حدثنا أبو هريرة. قال علي: قلت لسفيان: سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة؟ قال نعم. قلت لسفيان: إن ناسا إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. قال الشيخ الغنيمان حفظه الله في حديث عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. اللي هو رواه بصيغة التمريض، وقلنا ده حديث حسن على الأقل. قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا أي شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها. ده الرد على شبهة النفاه للصفات من أنها تستلزم التشبيه. في هذا الباب يقولون أن إثبات الحرف والصوت يستلزم الجوف واللسان والشفتين ونحو ذلك. قالوا هذا تشبيه فيجب تأويله. فيقول اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها. فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما، لم يكن ذلك تشبيها. قال: ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل، واحد حي قيوم، حي قديم قيوم، عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل، ولا يلوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. والموجود منا إنما ولد من عدم،
وحين ينقضي أجله ثم يصير ميتا يزول ذلك المعنى. وعلم بعد أن لم يعلم، عايز يقول إن وجود ربنا ليس كوجود المخلوقات، إحنا كنا موجودين من عدم وبعدين بنصل إلى العدم عن هذه الحياة ثم نحيا بعد ذلك. الله عز وجل لم يزل موجودا، وكذلك علمنا، علمنا بعد أن لم نعلم، والله عز وجل لم يزل عليما. نحن ننسى، يقول وقد ينسى ما علم وسمع وأبصر وتكلم بجوارح تلحقها الآفات. فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيها بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى، وإن اتفقت مسميات هذه الصفات. الموضوع ده ذكره تفصيلا يعني مرات في دار تعرض العقل والنقل، في الرسالة الأكملية، في الرسالة التدمرية. احنا كان في جزء فافتقدناه نسينا قراءته يعني. وقال أيضا الشيخ الإسلام: ولما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو حرف وصوت دون ما في النفس، علمنا أن حقيقة الكلام هو الحرف والصوت. يعني الأحكام المتعلقة بين، قلنا مثلا في الحكم وجوب قراءة الفاتحة، ما ينفعش الكلام النفسي فقط، ما في النفس ما لا يكفي، لابد أن إيه؟ أن ينطق، لازم يقول الله أكبر، يبقى لازم يقول الله أكبر، مش يقول في نفسه كده خلاص كده قال الله أكبر في نفسه، ما يكفيش. قال لمراته هو بيتجوزها، أبوها قال له خلاص، هو قال له زوجتك فلانة، والتاني في نفسه قال له إيه؟ قبلت. أهو بالك كده اتجوزوا هما الاثنين. لا، قطعا وأخيرا جميع الأحكام ويعني تبنى على يعني النطق الذي هو حرف وصوت، وليس أن دون ما يعني وليس ما في النفس. فتبين علمنا أن حقيقة الكلام، الحقيقة دي اللي هي الاستعمال الأغلب الذي هو الظاهر، الذي يعني هو الأصل في الاستعمال، هو الحرف والصوت. فلو حلف امرؤ أن لا يتكلم ساعة من النهار فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه بأشياء ولا ينطق بها، هو قاعد تفتكر أنه أي واحد هيقعد ما فيش كلام في نفسه، هو قاعد يقعد يحدث نفسه بما لا حاجة متوقفش أبدا. بيقول كان بارا، اللي حلف أن ما يتكلمش ويتكلم في نفسه كان بارا غير حانث، ولو كان الكلام هو ما في النفس حنث في أول ما يحدث به نفسه، بل كان هذا غير مقدور أصلا. وقال أيضا: فالله تعالى قد بيّن في كتابه ما كلامه، وبيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح، فقال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، والمستجير لا يسمع إلا كلاما ذا حروف. مستجير دي غلطة جدا. المستجير اللي هو: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لا يسمع إلا كلاما ذا حروف، والقارئ لا يقرأ إلا كلاما ذا حروف. ولما سمى تعالى هذا القرآن كلامه علم أن كلامه حروف، وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور: كاف ها يا عين صاد. فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر. ده اللي هم اللي ما بيأو اللي تأويلهم وصلهم إلى نفي الصريح، زي ما قلنا كده إن من قال ليس لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما يبقى كافر، لأنه بينفي صريح القرآن. فلو قال أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر، يكذب آيات مجمع على أنها من الإيه؟ من القرآن. ومن قال إنها من القرآن والقرآن ليس كلام الله فهو كافر. ومن زعم، شوف التفريق بقى هنا كلام مهم أوي، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه ف
فهو جهل وغباء. اتكلم عن المعتزله والجهميه وقال ان هم ايه كفار، مع انهم بيكفر ده كفر نوع عنده. وقال عن الاشاعره انما جهل وايه وغباء، لان ذلك لا يعرف، ليه حكايه عن كلام الله وعباره عن كلام الله. ها بيقولوا كده صراحة، بس هما بيقولوا هذه ما بيقولوا ايه، كلم موسى بأن أزال الحجب عنه، يروح جاي جايب التأويل بعدها، بس بيقول كلم موسى. التانيين قالوا لم يكلم موسى، يقولوا اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي بأن أراد إكرامه. كويس كده، بيأولها التأويل ده يمنع التكفير. قال لأن ذلك لا يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبهذا يتبين أن القرآن سور وآيات وحروف، وهكذا كلام الله. زين ولا لسه؟ قال وقد بين الله في كتابه أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحروف. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والعرب لا تعرف نداء إلا صوتا. وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك، فإن أنكروا الظاهر كفروا، وإن قالوا إن النداء غير صوت خالفوا لغة العرب. وإن قالوا نادى الأمير إذا أمر بالنداء دفعوا فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا ترجمة. قال وليس في وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد الصوت منه من الخلق، كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه، وكلام الله حروف وأصوات بحكم النص من لفظ النداء الذي في القرآن، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. واحتجاج الإمام البخاري بحديث كسلسلة على صفوان يدل على أنه يثبت كلام الله عز وجل بالصوت. وكما ذكرنا قد صار الناس يعرفون أصواتا وحروفا من غير حلق وشفتين ولسان وهواء ونفس، بل هذه الأجهزة التي تصدر أصواتا صحيح أنها مسجلة، لكنها تصدرها بلا حرف، أقصد تصدر حروفا وأصواتا بلا إيه؟ بلا يعني شفتين وحلق ولسان ولا هواء. هواء اللي بيخرج يعني اللي هو الجوف. قال والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وإذا شاء تكلم بصوت يسمع وبحروف، وكل ما قام بذات الله تعالى يعني سواء من صفات ذاتية أو أفعال فليس بمخلوق، سواء كان قديما أو حديثا، وأنها نصا قديما زي الصفات الذاتية أو حديثا زي الصفات الفعلية، لأنها تكون في وقت معين. وكلامه وتعالى وفعله متعلق بمشيئته وإرادته، هذا قول أهل السنة والجماعة. أمال الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا أنه صفة غير متعلقة بالمشيئة ولا بالقدرة، ولذلك قالوا هو الكلام النفسي الذي هو معنى مثل معنى الحياة ومعنى العلم ومعنى القدرة، وهذا أمر قديم لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، لأن هم أصلا بينفوا إن في أفعال من الله عز وجل،
ينفوا ان في افعال ابتداء بينفوا صفات الافعال التي تقع في وقت معين. قال عبد الله بن الامام احمد: سألت ابي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال ابي بل تكلم، فقال ابي بلى تكلم بصوت. هذه الاحاديث نرويها كما جاءت. وقال ابي: حديث ابن مسعود اذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. احنا قلنا ان فيه تفسيرين بناء على الروايات اللي وردة. ظاهر بعض الروايات صريح في ان هذا صوت الرب عز وجل، ودي طريقة الامام احمد هي طريقة الامام البخاري، وبعض الروايات فيها ان هذا صوت السماء. واحنا قلنا ان مفيش تعارض، لانه اذا تكلم الله سمع لكلامه صوت، فترتجف السماوات فيسمع اهل السماوات صوت الرب ويسمعون رجفة الايه السماوات. نعم نعم. قال أبي: حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. قال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. اتكلمنا احنا المرة اللي فاتت في كلام الإمام أحمد في تكفير من قال القرآن مخلوق، وده كفر أكبر، ولكن يفرق بين النوع والعين. وأظن أن الغلاة الذين يقولون أن الله لم يتكلم، لم يكلم موسى تكريما، يبقى هم دون نوعا معينا، أن هذا هو المقصود يعني. وقال أيضا: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال كذا وكذا. وقال أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره: اعلم أن هذه الأخبار تدل على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت لا كحروف الآدميين وأصواتهم، كما أن له علما وقدرة لا تشبه صفات الآدميين. وقد نص أحمد في رواية الجماعة على إثبات الصوت، وكلام أهل العلم من السلف وأتباعهم في هذا كثير. قوله: أنا الملك أنا الديان، يعني أن النداء الذي يسمعه أهل الموقف كلهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هو بهاتين الكلمتين: أنا الملك أنا الديان. طبعا وزيادة عليها ما بقية الحديث. الإمام البخاري اختصره، قد ذكرنا لفظه كاملا، أن الله عز وجل يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة. قال: فهو تعالى الملك الذي بيده ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الديان الذي يجازي عباده بعملهم، من عمل خيرا جازاه بأفضل مما عمل، ومن عمل شرا جازاه بما يستحق. وفي هذا الحديث دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله من بعض، لأن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب.
دل على هذا المفهوم آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرب بعض المخلوقين. قال عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله ونحو ذلك. وعند الذين ضلوا في هذا الباب: الخلق بالنسبة إلى الله سواء بالقرب والبعد، وكفى بذلك ضلالا، أنه خالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفطر والعقول. نعوذ بالله من الضلال. قال الله عز وجل: فبعدا للقوم الظالمين. وقال: فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال: ألا بعدا لثمود. وقال: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال: ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو يثبت قرب العباد من ربهم وقرب الرب من عباده. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وذكر الروايات الأخرى اللي فيها التصريح بالسماع. قال: قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله صريح بأن الملائكة تسمع قوله، ولا يعقل شيء يدركه السمع إلا ما كان بصوت وحروف. هذا هو مراد البخاري رحمه الله، أن كلام الله يسمع منه لأنه يتكلم حقيقة، والكلام الحقيقي الذي يسمع لا بد أن يكون بصوت وحروف. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو الذي أراد منهم فهمه، وهكذا فهمه أتباعه إلى اليوم. خضعانا مصدر كغفران، مصدر لغفر، وكذا مقتضاها نتشكل الكلمة خضعانا، بس هي خضعانا والله أعلم. والمعنى أن الملائكة تخضع لله عند سماع كلامه وتستكين فتضرب بأجنحتها من الخضوع. والصفوان هي الحجارة الكبيرة الصلبة، الصخور يعني. ينفذهم ذلك يعني أن الصوت المذكور يبلغهم كلهم ويسمعونه. قوله فرغ، قال سفيان: هكذا قرأ عمرو هذه القراءة فرغ. قال في إتحاف فضلاء البشر في قراءة الحسن: عمرو المذكور هو ابن دينار. قوله فلا أدري سمعه هكذا أم لا، أي سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته. وقول سفيان: هي قراءتنا، يريد نفسه ومن تبعه. والقراءة دي قراءة من شاذة، مش من العشرة ولا الاربعتاشر؟ ها؟ الأربعة اللي بعد العشرة فيهم كده؟ ماشي. ولا ينبغي أن تسمى هذه القراءة شاذة، لأنها موافقة لرسم المصحف،
سندها ثابت ولها وجه في العربية صحيح. في فزعة بالفتح وفزعة بالضم. أيوة أنا عارف، أنا أقول القراءة دي هو اصطلاح القراء إن غير العشرة يبقى شاذ، لكن مش ده الإيه الشذوذ عند الفقهاء. الشاذ عند الفقهاء اللي هو يخالف رسم المصحف أو ليس له وجه في العربية أصلا، وده مش وارد ولا حاجة. لا لازم يكون لها سند صحيح طبعا، بس هنا أنت شايفها أنها في البخاري، أنا عارف، بس أنا قصدي هي أصلا قراءة مين؟ قراءة عمرو بن دينار، وسفيان بيقول هذه قراءتنا فالأسانيد فيها صحيحة. قال الحافظ بعد أن ذكر عدة روايات تتعلق بهذا الحديث سجود الملائكة عند سماعهم صوت الوحي من الله، قال فهذه الأحاديث ظاهرة جدا في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول بعض المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير في قوله عن قلوبهم للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة، مخالفين لما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله حتى إذا فزع، وما قاله هو الذي يجب أن يعتمد ولا يلتفت إلى غيره لأن الأحاديث أوضحته غاية الإيضاح. المتعلق بحتى قالوا التي بعدها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فزع يعني زال الفزع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. قال ابن كثير معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي. وأنا عندي هنا ما أذن للنبي، والمعروف في الحديث أنها ما أذن لنبي، عندكم كلها للنبي برضو. لم واحدة قال كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت، يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو عز وجل يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. والظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا السماع سماع قبول واستجابة ومحبة لهم وإثابة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد، وعلى الصحيح وبعض العلماء يقول أنه يقولون سمع الله لمن حمده. السماع المذكور في سمع الله لمن حمده هو سماع الاستجابة، سماع القبول.
وهنا سماع القبول منهم لهذه القراءة مما يثيبهم عليها، فهو غير سمع الإحاطة الذي يكون لجميع الأصوات البر والفجر. قال: ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر، هي ما أذن يعني ما استمع، فبعضهم فسرها بالأمر والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به، فالأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، أو ممكن تكون الإذن بقى مش عارف. هي بلا شك الرواية ما أذن الله، وكما قال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فأذنت أي استمعت. ولهذا جاء في حديث رواية ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، هي الأذن أيوة، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب المغنية لمغنيته يستمع لها بإنصات، فالله عز وجل يستمع إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن. احنا بنقول ان هو صاحب القينة استمع بإنصات، ما وردتش، ما عرفش هل ورد هذا عن الله او ما عرفش. قول سفيان ابن عيينة ان المراد بالتغني يستغني به، فان اراد انه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه، فخلاف الظاهر من مراد الحديث. مراد الحديث أن يجهر به، لأنه فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها، التحزين بها يعني خشوع القلب، خشية القلب. ثم قال: والمراد، ده كلام من كثير، والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه بقي بن مخلد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني لزينتها لك تزيينا. ومن تأمل الأحاديث الواردة في ذلك تبين له أن معنى قوله يتغنى بالقرآن تحسين الصوت وتزيينه بما يستطيع القارئ، والتغني لا يكون إلا بالكلام ذي الحروف، كما أن الاستماع لا يكون إلا للكلام المصوت به. وهذا وجه استدلال الإمام البخاري، استدلال البخاري بهذا الحديث الذي عندي، والله أعلى وأعلم، أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن كلام الله هو كلامه، قرأه القارئ وحسن صوته أو لم يحسن صوته، ليبين الفرق بين أفعال العباد وبين كلام الله. فالصوت صوت القارئ، ولذا صح أن يزين ويحسن، وهو احتج بذلك بهذه الأحاديث في خلق أفعال العباد، لأن يعني الذي يعني يوصف بالحسن هو صوت العبد، وكذا التغني هو فعل العبد، فيريد البخاري أن يفرق بين أفعال العباد وبين الكلام الذي أدوه بذلك الصوت الحسن أو تغنوا به، وهو القرآن الذي هو كلام الله. وذكر الطبري عن الشافعي
قال والله لا قاء قال قبل كلام الشافعي. فالقرآن الذي يحب الله من عباده أن يتغنوا به، من عابديه أن يتغنى به ويحب استماعه إليه في ذلك، ينطق به بالحروف ويصوت به. بس هنا في الحقيقة الصوت صوت القارئ، لكن الأحاديث الدالة والآيات الدالة على أن الله تكلم بصوت غير هذه، فالاستدلال هنا ما هوش يعني ليس ظاهرا. والله تعالى قد تكلم به بصوت نفسه وبهذه الحروف المكتوب بها، ده كلام صحيح. وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه، قال لو أراد الاستغناء لقال يستغني، وإنما أراد تحسين الصوت. ويؤيده ما في رواية الطبري ما أذن لنبي في الترنم في القرآن، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي في الترنم بالقرآن. هنا دي مش ما تحتملش التغني اللي هو الاستغناء بحال. وفي رواية عبد الرزاق ما أذن لنبي حسن الصوت وهو عند مسلم. وفي رواية للطحاوي حسن الترنم بالقرآن. وقال الطبري الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا أحسنه القارئ وطرب به، ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت والجهر معنى. ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى ولا في أشعارهم. قال ومثل ذلك قال الإسماعيلي، وقال الاستغناء لا يحتاج إلى استماع لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به، والاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع، ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. أن يستغني بالقرآن في العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق عما سوى القرآن، والسنة توضيح للقرآن. قال عمر بن شبة ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة، تفسير ابن عيينة يعني يستغني به، فقال لم يصنع شيئا. حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال كان داود عليه السلام يتغنى يعني حين يقرأ ويبكي ويبكي. وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقراءة. ويؤيده قوله يجهر به، فإن كان ذلك مرفوعا قامت به الحجة، وإن كان غير مرفوع فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره، ولا سيما إذا كان فقيها. لأ مجموع الروايات الأخرى من الترنم وغير ذلك وذكر حسن الصوت يعني تؤكد أن المعنى هو أن التغني تحسين الصوت. وقد جزم الحليمي بأن ذلك من قول أبي هريرة، والعرب تقول سمعت فلانا يتغنى بكذا أي يجهر به. قال ذو الرمة أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجمي. أعوذ بالله، يعني عايز مكان فاضي عشان يقعد يقول اسمها اللي بيحبها، يعني الحب جنون. قال يعني أجهر بذكر اسم حبيبتي من غير تورية، يبقى غير معجمي. والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. هي المعاني صحيحة بس مش ده تفسير الحديث. قلتها في هذا الجمع نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك معنى معينا،
وظواهر أقواله في ذلك أنه أراد تحسين الصوت. صح، صدق. وكذلك التحزن الذي يستجلب به الخشوع ومحبة القرآن والإقبال إلى استماعه. ولا يلزم الجمع بين التأويلات، احنا يلزمنا الجمع بين النصوص، بل كل تأويل خلف النص يجب رده على من قاله. قال الحافظ: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. ولا خلاف بين السلف في استحباب تحسين الصوت بالقراءة وتقديم حسن الصوت على غيره طالما يقرأ قراءة صحيحة. إنما اختلفوا في التلحين بين مانع ومجيز، والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة هذا الحديث، أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم اللي هو المقامات ده، فإن الحسن الصوت يزداد بذلك حسنا، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت من قبح الأداء. بالقطع أن قوانين النغم هذه لم تكن موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا عرفوا هذه المقامات، فإنها أشياء مستحدثة، وغالبها مأخوذ عن أهل الغناء، ويعني المقامات دي اللي هي مأخوذة من عن يعني عمن اهتم بأمر الغناء كالأمم الأخرى، فيستحيل أن يقصد بذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول أن مراعاة هذه المقامات أمر مما لم يرد في شرع الله الذي ورد تحسين الصوت. كونوا بقى يوافق هذه المقامات أو لا يوافقها لا اعتبار به، والعبرة بحصول الخشوع الذي يعني يؤثر في القلب والقراءة بالتحزين، وليس لأنه المطلوب أن يبكي. أثر القرآن على القلب الخشية والمعرفة، وأثره على البدن الدمع، دمع العين وقشعريرة الجلد. وبالتأكيد أن القارئ إذا ظل باحثا عن تلك المقامات ومنشغلا في القراءة بها فإنه ينشغل عن معاني القرآن، فيترتب على ذلك لأنه عايز يزبطها، بخلاف لما يقرأها بطريقة تلقائية. والعرب لم تكن تعرف ما يسمى بقوانين النغم، هذا الأمر ليس عندهم، ولم يرد فيه حرف ولا عن القراء الأئمة، إنما هذا عند أهل النغم، فلذلك هذا الكلام ليس صحيحا. التحبير التزيين، تزيين الصوت وتحسين القراءة ده أمر معلوم، لكن بتطلع من الناس لا تحسن هذه المقامات أحسن ما يكون من غير قصد للمقامات. قال: ولعل هذا مستن، قال وما ولعل هذا اللي هو عدم الخروج عن أداء عن شروط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن ولد من يراعيهما معا فلا شك أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويتجنب الممنوع من حرمة الأداء، والله أعلم. كلام لا نرتضيه في الحقيقة، أننا نقول أن هذه المقامات بالتأكيد يعني اسمها ايه دي بقى، مقام
اسمها ايه، سيكا ونهاوند وصبا، الحاجات دي اكيد فارسيه وما هياش عربيه او روميه، وليست من مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراغب في تعليمه، رغب في حسن الصوت فقط والتحبير ونحو ذلك، ولم يرغب في مقامات الموسيقيين. اه طبعا فعلا هو بدعة. ما نعرفش اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، بس بالتاكيد هي من ايام ما اخترعوا الغنى وهي عندهم، بس هل العرب كانوا يعرفوها ولا ما يعرفوهاش؟ عشان كده في الكلام الشافعي او غيره، عليكم بلحون العرب واياكم ولحون العجم، فالمقامات دي اقرب انها تكون للحون الايه، العجم. الاذان مطلوب منه النداء، فالتغني في الاذان كرهه ابن عمر رضي الله عنه وقال للرجل اني ابغضك في الله. الظاهر ان هو بيتغنى غناء يخرج الحروف عن اما طبيعتها واما عن المد الطبيعي لها، المد المأذون فيه يعني. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يا رب استر علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.